بعد 25 سنة زواج عزيز قرر يعمل عطر باسم زوجته داش. سمعتوا بسقوط الطائرة الجاية من اسطنبول؟ وين عبير؟ شو عم بيصير؟ كان في على الطيارة ثلاث شخصيات سياسية. بدي فوت جيب ابني. مشتبه فيه بيكون واحد من ركاب الطيارة. شو اسمه؟ نجم فرج. انت بدك تفهمني انه اللي نفذ تفجير هو ابني؟ اهلا وسهلا فيك. انتو كلكم الناس الاغنياء والواصلين مثل افضالك بتعملوا هيك، بترجعوا بتلاقوا 100 طريقه لحتى تبروا اولادكم وبضيع حق اللي ماتوا. انا رايي ما بقى تخبر حدا شو عم تعمل. اشتهي مره واحده بهالحياه تكون واضح معي. يا عزيز جيبوا للمجرم منها. ابني ما انا مجرم. دم كل اللي راحوا برعبتكم. اذا بتلعبك لعبه كله رح يجوا وراك ويلقطوك. كانه حاس انا مخبيه على اشياء. شو هي التركيبه اللي وصلتنا لهون؟ الكل مشكوك بيه. كل بعلمك انا ما رح ارتاح لحتى اعرف الحقيقه. شو عملت فينا؟ خلاص تربطت ايدي ونعمت عيوني وبطلت اعرف مين معي ومين ضدي. حسستني انك هب. قتلك عندي مثل صرصور وقع تحت رجلي بالصدفه.